اليوم حنا كنتواجدوا بهذا الفضاء اللي هو فضاء معرض الفراس اللي كتنظم فيه اليوم هذا المعرض ديال البناء، واللي حنا اليوم كنفتخروا بهذا المعرض هذا لانه كيتنظم في هذا الفضاء. حنا كجديين كنهزوا الاقليم، اليوم عندنا معلمه اللي كيتنظم في هذا الفضاء، واللي اليوم كتشوف كيفاش التنظيم كاين، كيفاش كتشوف الجماليه، وكيفاش كتشوف حتى دوك العارضين على المستوى العالمي اللي غيجيو اليوم، حتى هما غادي يديو واحد على اساس ان المغرب الحمد لله فيه يعني فضاءات بهذا الشكل اللي كتنظموا فيها المعارض. حنا كنفتخر بهذا، ونتمنوا ان المسؤولين يجيو يطلعوا يشوفوا ويسوقوا لهذا المنتوج اللي كاين اليوم هنا من دول اجنبيه، ونتمنوا ان هذا الفضاء هذا يخدم المصلحه ديالنا وديال الاقليم. هو غادي يخدم المصلحه ديالنا وديال الاقليم، نتمنوا يخدم من الناحيه المعماريه ويجيو هاد الناس يستافدوا، باش تكون عندنا الحمد لله مدينتنا لا اقليمنا حتى هو كيوازي مدن اجنبيه ودوليه. وشكرا.